هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. مهاجم جزائري يقترب من الوداد. ذكرت مصادر صحفية أن المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي مهتم بلاعب شبيبة الثورة الجزائري بلال مسعودي. وحسب نفس المصادر فإن الوداد الرياضي سيبدأ عملية مفاوضات مع مسؤولي الفريق الجزائري لانتداب المسعودي خلال الأيام المقبلة. ويسعى مجلس إدارة فريق الوداد الرياضي إلى جلب مهاجم قادر على سد الفراغ الذي تركه أيوب الكعبي والمنتقل حديثا لنادي هاتاي سبور التركي. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي استقطب في الميركاتو الصيفي الحالي كل من رضا الجعدي، صلاح الدين بن يشو، شعيب فيضي، بالإضافة إلى اللاعب جلال الداودي. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.